السلام عليكم. تلميذ السنة الثالثة من تعليم ابتدائي، عند كتاب فضاء الرياضيات صفحة 6 أنشطة تقويم تشخيصي. إذن هذه هي صفحة 6 أنشطة تقويم تشخيصي المكتسبات والدعم الاستدراكي. السؤال الأول: أملأ الجدول بما يناسب. عندنا هذا هو الجدول، نلاحظ عندنا مجموعة من الأعداد. هنا العدد الأول عندنا 839، نكتبه على هذا الشكل أي بالحروف، ثم نكتبه على هذا الشكل بالحروف والأرقام، ونكتبه على هذا الشكل نستعمل ضرب وزائد. إذن نستعمل الجدول، نحتاج إلى جدول. نكتب العدد 839، إذن 809 وحدات، 3 عشرات، هذا هو العدد. إذن هذا العدد نقرأ 839. نعم، نكتبه على هذا الشكل 839، ثم 813 وحدات، ونكتبه على شكل جداء وزائد. إذن 8 مضروب في 100، إذن 800 زائد 3 مضروب في 10 زائد 9. العدد الثاني عندنا 538، نكتبه على الجدول 500 500 8 وحدات 3 عشرات. إذن هذا هو العدد 538، نكتبه أيضا 513 8 وحدات. إذن ثم نكتبه على شكل جداء 5 في 100 زائد 3 في 10 زائد 8. العدد الثالث عندنا 413 5 وحدات، نكتبه على الجدول أيضا 405 وحدات و3 عشرات. إذن العدد هو 435. 435، إذن على شكل جداء 4 في 100 زائد 3 في 10 زائد 5، العدد هو هذا 435. في العمود الثالث عندنا العدد الرابع 3 في 100 زائد 5 في 10 زائد 6، إذن 3 في 100 أي 300، نكتب 300، 5 في 10 أي 5 عشرات، نكتب 5 عشرات و6 وحدات. إذن العدد هو 356، نكتب 356. إذن 315 و6 وحدات. نمر إلى التمرين الثاني: أكمل كتابة الأعداد في كل حالة. عندي 45 145 245. نلاحظ أننا ننتقل بإضافة 100،
45 زائد 100 145 زائد 100 تساوي 245. إذن ننتقل بإضافة 100، نضيف 100 345، نكتب زائد 100 445، زائد 100 545. نلاحظ 85 90 95. إذن لاحظ أننا ننتقل بإضافة 5. 85 زائد 5 90 زائد 5 95 زائد 5 تساوي 100. إذن نكتب 100 زائد 5 105. 105 زائد 100 زائد 5 تساوي 110. نكتب 110. لاحظ 120 180. هذه المرة لا نضيف ولكن نتناقص. بكم؟ بعشرون. 120 ناقص 20 100. 100 ناقص 20 80. ناقص 20 أيضا تساوي 60. إذن نكتب 60 ناقص 20 40. ناقص 20 تساوي 20. نكتب 20. 170 180 190. إذن ننتقل بإضافة 10. إذن 190 زائد 10 200. نكتب 200 زائد 10 210 زائد 10 220. الآن الشريط العددي. نلاحظ عندنا هذا عدد 500. نكتب العدد المناسب. لاحظ 500 ننتقل بالتدريجات. 500 501 502 503 504 505. إذن العدد هو 505. نكتب 505. ده 505. هذا العدد عندنا 510. العدد عندنا هنا 520. إذن العدد هنا شحال؟ لاحظ 520 نتناقص بثلاثة واحد. إذن 519 518 هنا 517. نكتب 517. لاحظ عندنا 530. العدد هنا 530 531 532. إذن نكتب 532. 540 547. العدد إذن نتقل نحسبه 547 548 549 550. نكتب 550. الآن العدد هنا 560. نكتب العدد تالي 570. إن بين كل عدد عشر تدريجات. هنا 580. نكتب 580. إذن هذا هو الشريط العدد. نمر إلى
التمرين رقم الثالث إلى التمرين الثالث. أضع وأنجز كل عملية. هنا غنمشي صفحة أخرى باش ننجز التمرين الثالث. أضع وأنجز كل عملية. إذا 179 مضروب في 3، نكتب 179 مضروبة في 3. نضع العملية 3 مضروبة في 9 27. أكتب 7 وأحتفظ بإثنان. 3 في 7 21 زائد 2 23. أكتب 3 وأحتفظ بإثنان. 3 مضروبة في 1 3 زائد 2 تساوي 5. إذن 179 مضروبة في 3 تساوي 537. 93 مضروبة في 4. ننجز العملية 4 في 3 12. اكتبوا 2. 4 في 9 36. هنا اكتب 2 واحتفظ بواحد. 4 في 9 36 زائد 1 احتفاظ 37. نكتب 37. إذا 93 مضروبة في 4 تساوي 372. خمسمائة وثلاثة زائد 179 أو هنا بالنسبة للجمع ممكن نبداو بخمسمائة وثلاثة ممكن نبداو بمائة وتسعة وسبعون. الجمع ماشي مشكل. إذا 179 اكتبها الفوق هي الأولى 179 زائد 503. إذا تساوي، قلنا بالنسبة للجمع ماشي مشكل. وضعنا 179 هي الأولى أو وضعنا 503 هي الأولى، الجمع ليس إشكال. إذا 9 زائد 3 12. أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 7 زائد 1 8. 1 زائد 5 6. إذا 179 زائد 503 تساوي 682. سبعمائة واثنان وأربعون ناقص 69. إذن اثنان نكتب العدد 742 ناقص 69 تساوي. ولاحظوا أننا نضع الوحدات تحت الوحدات، 9 تحت 2، العشرات تحت العشرات، 6 تحت 4. ولاحظ قلت لكم أن في الجمع ليس هناك مشكل في ترتيب الحدين، لأن سواء وضعنا 179 أولى أو 503، ولكن في الطرح لا يمكن. نضع دائما العدد أكبر، العدد الأول يكون أكبر. ما يمكنش نوضع 69 هي الأولى، صافي. إذن 2 ناقص 9 لا يمكن، وضيفو 10 هنا 12.
12 ناقص 9 تساوي 3. اكتب 3. أرد احتفال إلى مكانه، نرده إلى 6، إذن يصبح العدد هو 7. 4 ناقص 7 لا يمكن أيضا، نضيف 10 إلى 4، إذن 14 ناقص 7 تساوي 7. أرد الاحتفال إلى مكانه، 7 ناقص 1 تساوي 6، إذن العدد هو 673. 742 ناقص 69 تساوي 673. 603 نكتب 603 زائد 91، إذن 3 زائد 1 تساوي 4، 0 زائد 9 تساوي 9، 6 زائد 0 تساوي 6، إذن 603 زائد 91 تساوي 694. العدد الأخير، العملية الأخيرة، 579 نكتب زائد 86، نلاحظ دائما نكتب الوحدات تحت الوحدات، تساوي 9 زائد 6 تساوي 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد، 7 زائد 8 15 زائد 1 احتفال 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد، 5 زائد 1 الاحتفال تساوي 6، إذن 579 زائد 86 تساوي 665. إذن ننتقل إلى السؤال الرابع، أكمل رسم كل شكل. إذن عندنا هذا الشكل، رسم مربع، مربع أكمل رسم مربع، إذن غنعبروا هذا. بل أولا نستعمل المسطرة، المسطرة على هذا الشكل، ثم نرسم ضلع، أيضا نضيف الضلع بواسطة المسطرة ويكون نفس القياس. مثلا عندي هنا في المسطرة 11 سنتيمتر، إذن هذا الضلع أيضا فيه 12 سنتيمتر ونصف، أيضا نتمم هذا الضلع بواسطة المسطرة 12 ونصف. ثم نستعمل ضلع آخر، ولكن نستعمل المثلث على هذا الشكل، إذن هذا هو المثلث الذي نستعمله لرسم زاوية قائمة، ثم نرسم المضلع، الضلع، نرسم الضلع، إذا هكذا نكون حصلنا على مربع متقايس الأضلاع، له أربعة أضلاع متقايسة. الشكل التالي المطلوب رسمه مستطيل، إذن نقيس هذا الضلع، طول هذا الضلع بواسطة المسطرة، ونستعمل المثلث أيضا لرسم زاوية قائمة، ثم نرسم الضلع، ونستعمل أيضا المثلث هنا لرسم زاوية قائمة، ثم نرسم الضلع. هذا الشكل مطلوب مني أن أرسم قرص،
إذا نستعمل البيكار، البيكار على هذا الشكل. لاحظ رأس البيكار نضعه على النقطة أي مركز الدائرة، ثم قلم الرصاص فتح البيكار ونضيف البيكار لنرسم دائرة. ومطلوب مني أن أرسم قوس، إذن ألون هذا الجزء الداخلي. هنا مطلوب مني مرسوم رسم مثلث، ما حدوش أي نوع من المثلث، مش مثلث قائم أو مثلث متقايس أضلاع. إذن أرسم مثلث له ثلاث أضلاع، إذن هذا ضلع ثم ضلع آخر. تمرين خامس، أحسب وأكتب. عندي 7%، لقيت 4% نضيف صفرين، إذا نكتب العدد تساوي 700. 20 في 10، إذا نضرب 2 في 1 تساوي 2، نضيف صفرين 200. 500 زائد 80 زائد 9، إذن 500 زائد 80 أي 580 زائد 9 589. 270 ناقص 40 لننجز عملية، عملية طرح. إذن 17 هنا ناقص 14 أي 3، العدد 230. 800 ناقص 300 أي 800، 8 ناقص 300، 8 ناقص 3 تساوي 5. إذن 800 ناقص 300 تساوي 500. اكتب. إذن وهكذا نكون قد انتهينا في هذه الصفحة، وشكراً.